بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. إخوان زوار متتبعي القناة والمدونة، اليوم سوف غادي نشرح لكم واحد هذا البرنامج تيرابوكس. تيرابوكس برنامج اي كلود اللي كيعطينا واحد 1024 جيجا باش نقومو بتخزين الصور ديالنا والفيديوهات ديالنا ونقدروا نخزنهم. وكما كتشوفوا فهو يقدر يخدم على الهواتف ديال الاندرويد، يعني سامسونج، شاومي الى اخره، ثم الايفون، ويقدر ديرو في الحاسوب ديالك في البي سي ولا في لينكس ولا في الماك. فهو البرنامج صراحه هذا البرنامج فن رائع رائع جدا. اذا هذا الموقع هو تيرابوكس كما تشوفوا. دخلوا ليها، تقدر تشارجي الابليكاسيون اللي بغيتي، تقدر تلقاها في بلاي ستور، تقدر تلقاها في اب ستور، ولا كان عندك الحاسوب تخدم معاير على الويندوز. المهم اللي تشارجي تانستالي في البي سي كما كتشوفوا انا انستاليته هنايا. تقدر خصك دير واحد الحساب، سواء تسجل من هنايا، سواء تجي تسجل غير بالكونت ديال جوجل ديالك ولا الفيسبوك ولا الماك اي دي. نفس الطريقه الا بغيت تدخل له تقدر تدخل له غير من السيت بلا ما تشارجي الابليكاسيون. يا بغيت تدخل من السيت كتبرك على هاد جوجل هنايا، يطلعوا لك لي كونت هنا. الا ما كانش غدير شي واحد جديد، تصايب شي واحد جديد، الا كان غادي تبرك عليه غيعطر يخرج لك واحد النافذه انا باش تسمح ليه يستعمل الكونت ديالك. تكليكي عليها وغيطلع لك الكونت ديالك في البلاصه، ما تحتاجش لا مود باس لا حتى شي حاجه. هو كيدخل عن طريق الاكونت ديال الجيميل ديالك. اذا هذا هو الكونت اللي درت انا، عمرت فيه، شارجيت فيه من قبل هاد التصاور. كما كتشوفوا تقدر دير تصاور، تقدر دير لي دوكيمون، الفيديوهات، الموسيقى، داكشي اللي تيكون كومبريسي وداكشي كله. اوكي نخليوه هنايا، رجعوا لابليكاسيون. حتى هو نفس القضيه، تجي تبرك على هذا. الا كان عندك فيسبوك تقدر تدخل بالفيسبوك، تقدر تكري كونت من هنايا او ثاني. ندير انا جوجل وندخل بنفس الكونت نيت اللي هو دخلت به. نتسنى حتى يتشارجا. وكما كتشوفوا هذا الكونت هو هذا نفسه، هذه التصويره هي هذه، تصاور كاملين اللي كاين هنا وما هنا. واصلا حتى الاسم ديالو هنا انفو برو، انفو برو. اذا كي غندير نشارجي فيه شي حاجه، الا بغيت نشارجي نخزنها باش ما يبقاوش يضيعوا لكم التصاور في التليفونات. وسميتو تقدروا تشارجيو هاد التيرابايت تيرابوكس عفوا، ديروها في التليفون ديالكم وتبقاو تخزنوا فيها لي دوني. بالنسبه لجوجل وسميتو جوجل تيعطيك 15 جيجا، هذا راه كيعطيك 1024 جيجا، راه ما تخزن. بالنسبه للتصاور تبرك هنايا تدير ابلود من هنا وكتمشي تقلب على التصويره اللي بغيتي تخزن. كما كتشوفوا هنا ماشي سمح لي، دونك ابلود ونمشيو مثلا بيبليوتيك ايماج ونخزنوا اي تصويره، ما عندناش مشكل. حنا غنجربوا، هنا ما كاينش، هنا ما كاينش. اذا غادي نمشي لواحد البلاصه اخرى فيها شي تصويرات. ماشي هنا، نجيبو تصويره لوغر لوغو فوالا، وغندخلو هاد اللوغو ديالنا هو هادي. التصويره ما كايناش، صافي كتكليكي عليها بحال هكا وكتنتسنى. اوكي ها هي، نتسناوها حتى تشارج علينا. شوف واش تشارجات. اذا نرجعو لهوم بيكتشر، ها هي تشارجات هنا. شوفوا واش تشارجات لينا هنا في السيت. هنا السيت مازالت ما بانتش، ولكن غنخرجوا من هاد البلاصه ونعاودوا ندخلوا باش يتاكتواليزا داكشي. غنلقاوها تشارجات كما كتشوفوا، ها هي تشارجات هنا. اذا تقدر تخزن فيها كلشي داكشي اللي انت محتاجه باش ما يضيعش ليك. حتى الا فورماطيتي التليفون ولا تفورماطا البي سي، كاع داكشي اللي كتحتاجه تلقاه موجود عندك في الانترنت. ما عليك الا تجي تسيليكسيون داكشي اللي بغيتي ودير داونلود. وكذلك لا شي حاجه ما تليتيش بغيتيها ولا شي لعيبه كتسيليكسيوني بحال هكا، ها هو داونلود مثلا. تقدر تمحي داكشي اللي ما بغيتيش،
مثلا نجي انا بغيت نحيد التصويره هذه ما بقيتش بغيتها، ندير لها دليت طق مشات، تنحت شويه تاكسيليزا هي مشات باي باي. هما نورمالمون كيتمشي هادي ريسيكل بين يعني سله المهملات، ندخل عاوتاني سله المهملات غنلقاها هنايا وندير ليها طق هيا اونبتي، نخوي سله المهملات طق صافي مشات صافي. وكيبقى لي داكشي اللي بغيت انايا، بغيت لي دوكيمون، كان عندي شي فيديوهات مهمين كلشي نخزنوه هنا في هذا. عندكم صاحبي عندكم 1024 جيجا راه ما تخزن فيها. اذا هادشي كلشي، ونتمنى يعجبكم هادشي، ومره اخرى ان شاء الله.